السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره برج الثور حبايب قلبي المظلومين. برج الثور دي استخاره شهر ابريل. بمجرد ما هتطلع لك الاستخاره دي، الصوره اللي هتطلع لك هي اللي هتقراها الفتره اللي جايه. النهارده التاريخ 20 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك. النهارده الاحد يا برج الثور يلي دايما مظلومين. برج الثور الفترة اللي جاية هي فترتك. الشهر القادم شهر الخير، شهر الرزق، شهر التفاؤل، شهر الكريم. ادعي ربنا على قد ما تقدر، ادعي ربنا انه يرجع لك حقك، ادعي ربنا انه ييسر امرك، ادعي ربنا انه يكرمك من كل حاجة انت محتاجها. اول تعليق لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج، ادخل وخد اي علاج انت محتاجه وبتدور عليه. لو عجبتك الاستخاره ما تنساش تقولي في الكومنتات، وما تبخلش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. الاستخاره زي ما قلت لك لو عجبتك شجعني علشان انزل لك الفتره اللي جايه استخارات كتيره حلوه. يلا برج الثور اجهز معايا سوره الاسراء. سوره الاسراء يا برج الثور. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. نقرا الفاتحه بقى، اهم حاجه الفاتحه، فاتحه القران الكريم. بصوا بقى، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. احب ابشركم بحاجه معينه، ان انتوا على قد ما بتعملوا الفتره دي ربكم هو اللي عالم بيكم. ربنا هو اللي هيسر امركم في الوقت المناسب. انتوا جواكم بركان، جواكم زعل، جواكم شوية لخبطة في اموركم، بس ربكم القادر المتقادر على كل شيء. كمان عندكم بشرة صالحة، البشرة الصالحة دي هتكون تعويض عن العذاب والألم اللي انتوا عايشينه وشايفينه بعينكم. عندكم دعاء مستجاب حلو قوي، وهيبشركم بخير وهيبشركم بطاقة ايجابية. خلال كام يوم بالظبط هتلاقوا حاجة هتعيدوا فيها حساباتكم، وهتكون كل التفاصيل قدامكم، بس ما تقلقوش وركزوا كويس جدا في اللي جاي. عندكم كشف حساب او كشف حقيقة او كشف امور معينة. انتوا من الناس اللي روحانياتها عالية، احساسكم عالي جدا، انتوا حاسين ان انتوا في عزلة تاما عن الناس. البعض منكم ممكن يكون يتيم اب وام، البعض منكم ممكن يتيم حب، يتيم احتواء، يتيم حاجة معينة في حياته، وعايشين بالعذاب الاليم اللي في حياتكم. كمان في حد دخل حياتكم كسركم ودمركم نفسيا وصحيا، ومازال لحد الان بتعانوا، وعلشان كده مستنيين تعويض ربنا عليكم، تعويض ربنا عليكم من بعد الصبر اللي انتوا صبرتوه. والحاجه اللي انتوا عايزينها تحصل الفتره اللي جايه هتحصل. انتوا عندكم رقم 5 ورقم 9 ورقم 12، الارقام دي مميزه عندكم، او بتكون طاقه ليكم او بتكون فرج. كمان انتوا الفترة دي بتحاولوا بقدر المستطاع ما تشغلوش بالكم بأي مشاكل سلبية مؤثرة عليك في حاجات كتير. الطاقة السلبية اللي حد بيجيبها لك ويدخل بيتك مؤثرة عليك. انت في أقرب وقت لازم ان انت تحصن بيتك، ولازم تشغل تعمل بخور في البيت وتطرد الطاقة السلبية بأي طريقة، ليه؟ علشان متحكمة فيك قوي. كمان انت ممكن تكون في كلام سمعته او في حاجة سمعتها، الحاجة دي وجعتك او عملت لك كده ازمة كبيرة جدا. كمان الفترة اللي جاية دي في سلعة عندك، السلعة دي هتكون ممكن نجاح في مشروع، نجاح في طاقة تانية خالص، وعندك تخليص من هم كبير انت شايله فوق كتفك، او هم يعني واخد جزء كبير في حياتك. كمان انتوا عندكم يعني سحر، السحر ده من حد متابعكم وعارف خطواتكم، السحر ده من حد مقرب ليكم، حد عارف اسراركم وعارف حياتكم. وما تقولوش احنا ما بنتكلمش مع حد واحنا ما الناس صحاب، في حد عندكم مقرب ليكم.
كمان انتوا هتكونوا اصحاب ملوك، اصحاب ثقة عالية الفترة اللي جاية، عندكم تخليص حق او عندكم خروج من عزلة، عندكم وقوف وقفة وقفة تامة كده، وهتفعلوا حاجة جديدة في حياتكم. عندكم كمان ان شاء الله باذن الله نظرة للمستقبل بشكل مختلف، علشان انتوا خايفين منه قوي، خايفين من حاجات كتيرة جدا. انتوا الفترة دي مطعونين ومغدورين من، يعني مغدورين قوي. وكمان دايما بتجيلكم نغزة ووجع، يعني نغزة من غير اي سبب، مش عارفين تفسروها لحد الان النغزة دي، بس وجعلكم اعصابكم قوي. بصوا هنا عندكم ست منقبة، الست المنقبة دي موجودة في حياتكم، بينكم ما بينها مش علاقة، بينكم ما بينها كلام، بينكم ما بينها أمور، بينكم ما بينها فتحة مواضيع، الله أعلم. فياريت تخلوا بالكم منها، هي مش وحشة بس هي بتحب تتكلم كتير عن اللي مش ليها، يعني ما تصدقوش كلامها. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله اسلوبك دي جميل جدا في الكلام، وعشان كده دايما بيحبوا يتكلموا معاك، ودايما بيحبوا يفتحوا معاك مواضيع. عندك خير كمان جايلك من حد بعيد عنك، حد في سفر، حد غايب عنك، حد مش موجود معاك حاليا، هيبقى في خير جايلك من وراه، وهيبقى في تغيرات بإذن الله. طيب احب اقول لك ان انت استعجلت في قرار، او استعجلت في حاجه استعجلت فيها قوي، والحاجه دي وجعتك، فياريت تخلي بالك وتفكر كويس جدا في اللي انت بتعمل فيه حاليا. كمان انت هنا عندك حاجه رهيبه وجعاك في رجليك، انت حساس جدا بحاجات ما لسه ما حصلتش، وزي ما قلت لك الحساسة دي عندك عالية قوي. الفترة اللي جاية كمان هتبدأ تضحك، هتبدأ تغير من اللي انت فيه. انت ممكن تكون بالك مشغول اليومين دول بحاجات انت بتعملها او حاجات انت بتجهز لها، بس عندك اشتياق ولهفة، الاشتياق ولهفة دي لأولاد، لحد عندك مقرب ليك، في حد عمال يفكر فيك وجايب في سيرتك، عايز يرجع لك او عايز يتكلم معاك او عايز يفتح معاك مواضيع، بس مش خايف من ردة فعلك، هو خايف ملهوش اي عين. كمان انت في هدف قدامك او حاجة معينة حاططها عايز توصلها باي طريقة، ان شاء الله طبعا ربنا هيسخر لك الموضوع وهيمحي لك العقبة اللي موجودة، والهدف ده هينجح او هتوصل لاهدافك ليه. ممكن يكون انت عندك ندر الفترة دي هتحاول توفي بيه، علشان الندر ده هيكون فيه خير وهيكون فيه تفاؤل، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيجازيك خير. عندك قسم اليمين او حلفان اليمين الفترة اللي جاية دي على حقك، انت ماشي وهترتاح قوي. انت اي نعم حاليا مش في ارضك او حاليا مش مرتاح، بس الفترة اللي جاية هترتاح وهتفعل حاجات جديدة وحاجات مختلفة. عندك كمان شخص انت عمال تنصح فيه وتقول له انت ماشي في طريق غلط ومحدش بيسمع كلامك. عندك واحد دايما معرض للمشاكل ومعرض بالحوادث، او عندك انت حد اخ اخت حد تعبك في حياتك دايما زعلانين وخايفين عليه. عندكم واحدة ست بتشتكي من مرض معين، الست دي طيبة بس عقبة في حياتكم، او مش عقبة سلبية، يعني انتوا عايزين حاجة وهي عايزة حاجة تانية. عندكم مشاكل جدا مع عيلة، ممكن تكون عيلة الام او عيلة الاب، دايما في مشاكل بينكم، ودايما مش عارفين تاخدوا حقكم منها ومنهم، ودايما يعني في شوية عراقيل عندكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك نصيحة، النصيحة الحلوة دي من امرأة ست، الست دي جميلة جدا، هتنصحك وهتقولك على حاجات هتعملها، والحاجات دي هتخلي كده ثقتك بنفسك تزيد قوي، وهتكون هيكون عندك دفعة، انت عندك طريق صالح هتمشي فيه.
وعندك رسالة مستنيها بقدر المستطاع الفترة دي، الرسالة دي هتكون فيها حاجة حلوة. عندك حد في حياتك بيتعاطى مخدرات، بيتعاطى بيشرب سجاير بزيادة، فياريت يعني الحد ده ماشي في طريق مش طريقه، فياريت تتكلموا معاه أكتر من مرة. بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. هنا الفراق اللي عندكم مش هيتم، بس انتوا حاولوا تحصنوا نفسكم علشان بإذن الله بإذن الله هيكون في لم شمل عندكم وفرج. عندك ضرر او عندك لمسة، اللمسة العشيقة دي مأثرة عليك، في حد هيرسل لك حاجة من بعيد، الحاجة اللي هيرسلها لك دي انت هتكون مندفع بيها وهتكون صاحب حق. انت ما بتعرفش تقول غير الصراحة وغير الكذب، فانت عايز تعمل حاجة جديدة. عندك علاقة مع حد يعني مش شبهك، ممكن يكون جنسيتك مختلفة، في سفر الله واعلم. كمان انت هنا من الاشخاص المؤمنة جدا بالله، ومن الاشخاص اللي عندهم زهرة في حياتهم منورة الفترة اللي جاية. كمان بسم هنا بسم الله ما شاء الله عليك، انت ناوي تاخد حقك من ناس كتيرة جدا، الناس يعني هيبقى عندك رجوع حق وهتاخد حقك. انتوا اشخاص طيبين جدا، دايما عندكم احساس عالي، دايما عندكم اخلاق عالية، دايما كده روحكم جميلة، بس دايما مظلوم ودايما جايين عليك، روحك بريئة وروحك حلوة، بس دايما كده يعني دايما في ضغوط نفسيا عليك، ودايما حاطينك في بالهم، دايما عايزين يأذوك بكل الطرق. كمان انت من الاشخاص اللي بتحبوا البحر، بتحبوا القهوة، بتحبوا التغيرات، بتحبوا الحاجة اللي بتديكم طاقة ايجابية. عندك علاقة مع ابراج نارية، يعني علاقتكم انتهت وخلاص، قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش تاني، قررتوا ان انتوا تبعدوا. مشكلتكم ان انتوا نيتكم صافية زيادة عن اللزوم، وبتتعاملوا بطيبة قلب قوي، وده اللي بيجي عليكم. عندك حد وحشك او حد مشتاق له، عايزين عندكم حد وحشكم، حد مشتاق له، حد عايزين تتكلموا معاه، حد كده مستنين تسمعوا صوته باي طريقة. العاطفة عندكم الفترة دي عالية قوي، رغم ان انتوا عندكم توفير الفترة اللي جاية، وخلوا بالكم ان انتوا داخلين في مشروع والمشروع ده هينجح. رغم الضيق اللي فيك ورغم الامور اللي مأزياك وتعباك، بس ربك هيشفيك من حيث لا تحتسب. وكمان ممكن يكون عندك تنجية حلوة قوي ان شاء الله بإذن الله. كمان انتوا هنا في عمل انساني او عمل خير هتفعلوه بإذن الله، وعندك جواز او هتشهد على جواز في حياتك. كمان انت هنا عندك مشكلة، المشكلة دي ان انت بتفضل الناس على نفسك، يعني بتحبهم قوي، بتقف معاهم قوي، جدع قوي معاهم، وده طبعا عامل لك ضغوط في حياتك. مش هقول لك ان انت ضعيف، بس انت عندك ضعف في حاجة معينة في حياتك، يعني ممكن تكون ضعيف عاطفة، ضعيف مشاعر، ضعيف ثقة في اللي حواليك، في أمور انت مشكلتك ان انت دايما مخذول من المقربين، صدمة كبيرة واخدها من المقربين ومخذول. عندك حرية او تحرير من علاقات، تحرير من حاجة معينة في حياتك. عندك اسم محمد، اسم محمود، عندك حد في حرف الحاء والميم، الحد ده تعبان او انتوا تعبانين معاه، محدش مقدر تعبكم ولا مقدر مجهودكم اللي انتوا بتعملوه، بس احب ابشركم ان انتوا عندكم شفاء من مرض اذا انتوا او حد عندكم، وفي اتصال، الاتصال ده هيبقى عالي جدا، او لقاء بحد عالي في الدولة، حد كده عالي في قيمته، يعني هيكون عندكم لقاء وعندكم اثبات وجود. كمان انتوا جدا الفترة دي بتحاولوا بقدر المستطاع تكونوا قريبين من ربنا، البعض منكم بيصوم، البعض منكم بيقرأ قرآن، البعض منكم بدأ يصلي، في تقريب
في ثقتكم، فياريت تخلوا بالكم. كمان انتوا عندكم مشاكل جسمية، ممكن يكون بشرتكم جافة، بشرتكم فيها مشاكل، او جسمكم جاف ما بتشربوش المية الكافية، عشان كده بتشتكوا. فياريت تخلوا بالكم، طاقتكم هتتحول الفترة اللي جاية لتغيرات حلوة والفرحة جميلة بإذن الله. في كمان طاقة انتظار، يا هل ترى طاقة الانتظار دي؟ هي ممكن تكون من كذا حاجة، ممكن تكون طاقة انتظار مولود، أو طاقة انتظار فرج، طاقة انتظار السفر يتم على خير. فطاقة الانتظار دي عندكم، فخلوا بالكم كويس جدا ان انتوا تكونوا صحاب حق الفترة اللي جاية، عشان في طريق عندكم هيبقى فيه نور من بعد الأزمة اللي انتوا فيها حاليا. كمان انتوا عندكم عتاب مع حد، او قاعدة مع حد وهتاخدوا حقكم، او هتقولوا اللي انتوا عايزينه، ومن بعد كده كل واحد هيكون ليه طريقة تانية. انتوا حاسين ان انتوا عندكم حزن قوي، انتوا اصلا عندكم حزن، بس انتوا احساسكم زايد اول يومين دول. حاولوا كمان ان انتوا تشوفوا تعملوا كذا حاجة مختلفة. انتوا روحكم جميلة، فما تضيعوش ثقتكم بنفسكم بسبب الخذلان اللي انتوا عايشينه مع المقربين ليك. بصوا هنا ما شاء الله عليكم، بسم الله، يعني انتوا بسم الله الفترة اللي جاية انتوا تحاولوا بقدر المستطاع تحسنوا نفسكم، علشان خاطر العيون عليكم قوي من ناس كتيرة جدا، وناس من شايفينكم على طول، فخدوا حذركم وخلوا بالكم من النقطة دي، علشان خاطر في تفوق في حياتكم وفي نجاح وازدهار. كمان عندكم تيسير في أمر طال انتظاره، وتحقيق في مواضيع بالكم مشغول بيها، فدايما خدوا الحذر واكتشفوا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها بشكل مختلف. ممكن كمان الفترة اللي جاية دي ربك هيبشرك بطريق ناجح وطريق كله خير، وهتسمع حاجات جديدة طال انتظارها في حياتك. انتوا خطير جدا، خطار جدا، او تفكيركم دايما بيكون خطير، بتفكروا في حاجة ممكن تموت الشخص اللي قدامكم، تفكيركم جبار بمعنى أصح، يعني تفكيركم ولا تفكير أي حد ممكن يفكر زيكم. من الأشخاص اللي ممكن تصبروا وتسكتوا وما تتكلموش غير لما الحاجة تتم. البعض منكم ممكن يكون بيعاني من مرض في جسمه، بيعاني من وجع في جسمه زي ما قلت لكم. كمان انتوا هنا عندكم حاجة كده هتلاقوا، يعني هتحصل حاجة الأيام اللي جاية هتاخدوا فيها نفس عميق وهترتاحوا. وبشر الحوامل، أو بشر اللي مستنيين حمل، بإذن الله يكون عندكم ولد إن شاء الله، وهتشوفوا قد إيه تعويض ربنا عليكم من بعد اللي انتوا عشتوه طبعا، ومن بعد الذل اللي حصل في حياتكم. انتوا صادقين جدا في مشاعركم وفي كلامكم مع اللي حواليكم، بس عندكم تحضير لصلح او لقعدة صلح. في حد عايز يطلب منكم السماح، وانتوا بتقولوا مستحيل حد يظلمنا ونسامحه على اي حاجة حصلت. فانت عندك حد عايز يكلمك او عايز يفتح معاك مواضيع، فشوف انت برضو اللي يريحك، وشوف انت عايز تعمل ايه في حياتك. دايما نيتك صافية مع الاخرين، وده اصلا في حد ذاته غلط ليك. انت حاسس ان انت مضغوط من كل النواحي، من كل الاتجاهات، من كل الطرق، حاسس انه في ضغط تام عليك، وفي شوية امور فيها عراقيل. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك اشياء هتفعلها الفترة اللي جاية، والاشياء دي هتخليك صاحب رأي تاما، وهتخليك صاحب ثقة بالنفس عالية، وصاحب قمة وازدهار في نفسك بإذن الله. كمان انت عندك شكر، في حد هتشكره الفترة اللي جاية، وهتقول له فعلا انا، يعني هتشكره جدا من كل قلبك، هيقف معاك. حنيتك زايدة على ناس ما تستاهلش الحنية اللي انت فيها دي. بصي بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا عندك حد هيطبطب عليك، وحد هيقف معاك الفترة اللي جاية. انت دايما حياتك واضحة، حياتك كتاب مفتوح للمقربين ليك. في علاقة كانت عندك وما كملتش، او ما حصلش فيها اكتمال، انتهت،
بسم الله. في حب، او في يعني في حب عندكم متبادل، او حب هيكون متبادل. انتوا دايما اصحاب رأي او صحاب قرارات حاسمة، قرارات بتجيب النهاية، بتجيب من الاخر الفترة دي. فالقرار اللي انتوا هتاخدوه ده هتكونوا انتوا هيكون طريق خير، اوله هتحسوا انه طريق خطأ وان انتوا غلطتوا، بس بعد كده هترتاحوا قوي وهتحسوا انه فعلا القرار ده صح. عندك فال حلو. كمان بسم الله ما شاء الله عليك. كمان ما شاء الله عليكم، يعني شخصيتكم قوية، بس محتارين في اللي بيحصل في حياتكم الفترة دي. فانتوا عندكم تبشيرة حلوة ونتر حلو، وهيبقى في لم شمل في الفراق او قعدة صلح، وهتسجدوا لربنا وهتشكروا على اللي حصل في حياتكم. كمان انتوا هنا في حاجات او في حد تتجاوز حدوده معاكم، فاديتوه درس مستحيل ينساه، او قطعتوا علاقتكم بيه، او بعدتوه عنكم، عملتوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. وزي ما قلت لكم انتوا مستنيين حد بفارق الصبر، وفي حاجات انتوا استحملتوها بشكل مختلف، يعني حاجات ما خلاص. لو انتوا يعني لو انتوا حاليا في شغلكم او في حياتكم بالاخص مش مرتاحين، حاولوا ان انتوا تحصنوا نفسكم وتطلعوا من اللي انتوا فيه. فانتوا لو مش بالكم مشغول في العمل، انتوا عندكم صفقة وحد حلو، وخلال برضو ايام معدودة هيبقى في عرض او حد هيفتح معاكم موضوع شغل، موضوع شراكة، موضوع كلام عندك مميز. في حد انت هنا يعني مسحور من حد اعماله سيئة، حد اعماله كلها خطيئة، يعني حد فعلا بيأذيك وبيحاول ان هو يكسر بخاطرك، فياريت تخلي بالك. كمان انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هيكون عندك تحقيق اهداف، تحقيق حلم طال انتظاره، تحقيق حاجات معينة انت هتفعلها بنفسك. طاقتك مفتوحة، طاقتك عامة، طاقتك فيها تغيرات، انت بتبص للمستقبل بشكل مختلف. الشمس عندك هتنور طريقك، بس هتتعب نفسيا علشان انت محسود. فبقدر المستطاع حاول تحصن نفسك، وحاول تغير تفكيرك في الحاجة اللي انت عايز تفعلها وخايف قوي. انت قلبك دليلك، والطريق اللي قلبك بيخاف منه بيكون فعلا فيه خوف وخطر. وكمان اكتر حاجة لما بتيجي تتعرف على حد، انتوا دايما اصدقاء واصحاب رأي واصحاب قوة، فما تضيعوش ثقتكم في نفسكم بسبب الاشخاص اللي حواليكم. سيبوا كل حاجة على ربنا، ودايما خلي عندكم تفاؤل. ربك لما يريد بإذن الله هيفعل اللي يرضيك ويطبطب عليك، وتحس قد ايه ان تعويض ربنا كان جميل. ولو هت ولو لو هيعود بيك الزمن هتختار نفس اللي انت عشته، خلي بالك. ليه؟ علشان هيكون في تفاؤل، وهيكون في تغيرات حلوة، وحاجات طال انتظارها على جميع المستويات بتاعتك بإذن الله. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. لو عجبتك القراءة ما تبخلش عليا باللايك وبالتعليق الجميل، وانزل بلغني باللايك الحلو. ولو عجبتك فعلا بجد القراءة ودخلت قلبك، بإذن الله نزل لك توقعات جديدة وحصرية على قناتنا.